والآن أيها الكرام، بعدما استعرضنا من اللغة وعلاقتها بالدين والترجمة وكيفية تأثير الترجمة والنقل ومرور الزمن على محتوى النص المقدس في ظل غياب اللغة التي تحفظه، تخيلوا كده لو ان الانجيل مثلا بقي على حاله باللغه التي نزل بها، وان هذه اللغه كانت لا تزال مستخدمه. اعتقد ان نسبه التحريف في المحتوى النصي واللغوي ما كانت لتصل الى هذه الدرجه. هذا بالطبع بخلاف التحريف العقائدي. الآن أصبحت لدينا إشكاليات. لغات سننقل إليها، وهذه اللغات أثرت فيها ديانات غير الإسلام. معنى ذلك أنني لابد وأن أبحث عن أرضية مشتركة، وهذا هو الغرض الأساسي من هذه المحاضرة وما قبلها، أن تنتبه أيها المترجم إلى ضرورة أن تبحث عن القواسم المشتركة بين اللغة التي ستنقل منها واللغة التي ستنقل إليها، بين الدين الذي أثر اللغة التي ستنقل منها واللغة التي ستنقل إليها. فليس بالضرورة تصدير المحتوى اللغوي كله. احنا اتكلمنا ان احنا عندنا مصطلحات لابد ان احنا نرسمها بالرسم الصوتي الخاص بها، نقحرها ثم نبين شرحها وتفصيلها. ذلك ان هذه المصطلحات لن تجد لها مكافئا لغويا في اللغة التي ستنقل اليها، ولا مكافئا عقائديا، وربما لا تجد حتى مكافئا ثقافيا لها. لذلك عندما نعرض الى ترجمة النصوص الدينية الاسلامية، ولا نقتصر هنا على ترجمة معاني القرآن الكريم وان كانت هي الاعلى والاهم، او ترجمة الحديث الشريف، وانما في النصوص الاخرى سواء كانت نصوص العلوم او النصوص التي تتناول الاسلام بصورة او اخرى. علينا ان نبحث عن هذا القاسم المشترك. تعالوا ننظر نظرة سريعة ان لنا ان نجد هذه القواسم. القاسم الاساسي يا سادة هو ان الاسلام دين لجميع الأنبياء، هكذا قال الله في كتابه الحكيم، وأن جميع الأنبياء والرسل أخوة، وأن النبوة في العرب لم تبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو حد في حضراتكم يكون فاكر ان النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الأوحد عند العرب، وسيدنا صالح سبق النبي كأنبياء للعرب، وهذا ثابت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالأمر الأساسي أن لدينا تسلسل يربط جميع الأنبياء، وأشرنا فيما سبق إلى نقاط التقاء تربط بين الديانات السماوية في مجملها. كل هذا يؤثر على اللغات. ماذا لدينا أيضا؟
يمكننا أن نستغله في عملية الترجمة كأداة تطوع لنا عملية النقل. إذا نظرنا إلى القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى لوجدنا أن هناك بعض الأمور المشتركة، خاصة فيما يتعلق بسير الأولين، يعني قصة زي قصة سيدنا يوسف هنجدها مذكورة في المصادر اليهودية، طبعا في اختلاف في تفاصيلها عما هو موجود لدينا في الإسلام، لكن القصة نفسها موجودة. ذكر الأنبياء بأسمائهم، لكن عندنا مشكلة هنا، ألا وهي أن لو أنا فكرت أن أنا أترجم الأنبياء بأسمائهم التي وردت في الكتب المقدسة القديمة، المشكلة أن في بعض الأنبياء كان توصفهم والنظرة العقائدية لهم في الكتب المقدسة القديمة تختلف كليا عن نظرة الإسلام أو عن ما ورد في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الرسل. طب إيه المشكلة برضو؟ المشكلة قد يظن المتلقي الأجنبي أنك ذكرت هذا الاسم وفقا لما هو وارد ومتعارف لديه في لغته أو في عقيدته، فأنت بذلك تعني ما ورد في هذه العقيدة وفي هذه اللغة عن هذا النبي أو الرسول فرضا. نبي من الأنبياء وصفه في التوراة بصفات سيئة، لكنه في القرآن له ما يستحق من صفات الأنبياء والرسل من تجليل وتوقير واحترام. طب أنا كتبت بنفس الحرف أو بنفس الرسم، قد يؤدي ذلك إلى خلط عند المتنقل. إذا نظرنا إلى الكتاب المقدس جملة، توراة وإنجيل وما تبعهم، ووضعناهم في حالة مقارنة بالقرآن الكريم، وحاولنا أن نستخلص القصص أو الشخصيات التي وردت فيهم، سنجد أن قصة خلق الإنسان مثلا مذكورة في التوراة والإنجيل والقرآن، طبعا هنا مع اختلافات كثيرة. كذلك قصة الأخوين قابيل وهابيل مذكورة في الكتب الثلاث. ذكر سيدنا إبراهيم، الحديث عن سيدنا لوط، وبالطبع قصة موسى وقبله قصة يوسف. لدينا أيضا قصة داود وسليمان وقصة يونس وزكريا ويحيى ومريم وعيسى، كل هذه القصص موجودة في الكتب الثلاث. وأكرر، مع وجود فوارق جوهرية في المضامين والمحتوى العقائدي. كذلك الحديث عن يوم القيامة، الحديث عن الجنة وعن النار، قضايا متعلقة بالعلاقة بين الرجل والمرأة، أحوال الشخصية، موجود ذكر هذه
القضايا. إذن فهناك تشابه في الكتب الثلاث، لكن باختلاف في التفاصيل وفي العقيدة. قد يتعجب البعض أن موسى التوراة غير موسى القرآن، لكن الكتابين اتفقا على أن هناك نبي اسمه موسى. وطبعا وصف موسى في التوراة يختلف عن وصف موسى في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم نزه الأنبياء والرسل عن نقائص كثيرة تضمنتها النصوص التي يشار إليها بالعهد القديم والعهد الجديد. إذا نظرنا إلى علاقة الإسلام بالديانات الأخرى يا سادة يا كرام، لوجدنا قواسم كثيرة مشتركة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد نبي الإسلام اختص بأمور لم يعطها نبي من قبله، فكان له مميزات، لكن هذا لا ينفي وجود قواسم مشتركة بين الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والشرائع السماوية السابقة الصحيحة في صورتها التي لم تتغير ولم يصبها التحريف. هنا قواسم مشتركة. لاحظوا أيضا يا سادة أنني أريد أن أنبهكم أننا في عملنا كمترجمين لا ننطلق من نقطة الإقرار بتحريف الكتب السماوية الأخرى، وإنما ننطلق من نقطة اعتراف ديننا بهذه الكتب. أما مسألة التحريف هذه لا تجعلها هي المسيطرة عليك، أنا هنا لا أحاول أن أقنعك بأن هذه الكتب سليمة صحيحة، لا على الإطلاق، بل لا أريدك أن تتخذ منها موقف الرفض الكلي فتعزف عنها ولا تنظر في محتواها ولا في ترجماتها، فيغيب عنك كيف عبرت هذه الكتب أو هذه الترجمات عن قضايا يمكنك أن تستثمرها في التعبير عن قضايا تمس الدين الإسلامي. بمعنى أننا ربما لا نحتاج إلى اختراع لغة أو تعبير جديد طالما أنه متوافر ويتفق مع المعنى والمضمون والعقيدة. فمثلا الزنا، سنجد أن الكتب السماوية جميعها تحدثت عنه واختارت له مصطلح، إذن فأنا لست بحاجة إلى البحث عن مصطلح جديد. القتل، لست بحاجة للبحث له عن مصطلح جديد. عليكم أن تعلموا أن ما وجهناه من ملاحظات ليس من أنفسنا، وإنما هو قول أصحاب هذه الديانات في أنفسهم. يعني الأمثلة التي جبتها لحضراتكم هذه ليست من اختراعي، وإنما هذا ما قالوا. عليكم أن تنتبهوا أيضا إلى أثر الفلسفة التي
تسيطر على لغة النص. بمعنى أننا إذا نظرنا إلى النصوص المقدسة في الديانات السماوية السابقة لوجدنا أنها في صياغاتها التي وصلتنا تأثرت بالفلسفات التي كانت محيطة بها. فإذا نظرنا في معظم النصوص التي تعزى إلى العهد القديم لوجدنا أن فيها بعض أثر لوثنية الفلسفة الهينستية. ثم بعد ذلك جاءت المسيحية التي أوجدت لنفسها فلسفة. هذه الفلسفة انعكست على اللغة ذاتها. هناك أيضا القيم الأخلاقية وهي مشتركة، لذلك كل ما يتعلق بالقيم الأخلاقية سهل أن تجد له مكافئا. على حضراتكم أن تتبينوا الآتي. ربما هذا الشكل يعبر لنا عن نقاط الالتقاء والاختلاف بين الرسالات السماوية الثلاث والكتب السماوية الثلاث، والأمر فعلا أشبه بالدوائر التي أمام حضراتكم. فإذا ما كنت ستنقل إلى لغة، إذا افترضنا جدلا أن هذه الدائرة تشير إلى الإسلام وهذه إلى المسيحية وتلك إلى اليهودية، ثمة منطقة تتلاقى فيها جميع الأديان. سهل أنك تجد المكافئ، وسهل أنك تجد المعنى، وسهل أنك تجد التعبير، وسهل أن تنقل باستخدام النصوص أو التعبيرات التي شاع استخدامها في هذه الديانات. هم الثلاثة يتلاقوا في بعض النقاط. ثم تكون هناك نوعية من الخصوصية، أجزاء يتشارك فيها الإسلام مع المسيحية، وأجزاء ممكن أن أنا أستعين بها كمترجم، قد تتشاركها المسيحية مع اليهودية. ولا أروع من أن تبدأ بالبحث عن هذه المنطقة، تلك التي يتشارك فيها جميع الأديان نفس اللغة، نفس المعتقد، نفس الأسلوب. هناك نقاط التقاء، ابحث عنها، هذا سيساعدك في الوصول إلى أبلغ الصياغات. لكن عليك أن تنتبه أن هناك مساحات، يعني شايفين حضراتكم المساحة دي كلها، وهذه وتلك، هذه هي المساحات التي تمثل الاختلافات العقائدية. في اختلاف بين العقيدة اليهودية، وفي اختلاف بين العقيدة المسيحية واليهودية، وفي اختلاف ما بين الاثنين وعقيدة الإسلام كجملة. إذا بدأت من نقاط الاختلاف هذه ستشعر وكأنك تتحدث أو تبحث عن لغة مفقودة. لا، دور على نقاط الالتقاء. لكن عليك أنك تنتبه إلى الاختلافات العقائدية. اوعوا تفتكروا إن كلمة زي كلمة الحج مثلا، موجود حج عند اليهود، وموجود حج عند المسيحيين، وموجود حج عند المسلمين، لكن الحج عند المسلمين يختلف عن الحج عند المسيحيين، يختلف عن الحج عند اليهود، لكل مكانه وطقوسه وشعائره. ما
موضوع مختلف. ما بصش الاقي نفسي كده، طب يا اللغه الانجليزيه متاثره بالمسيحيه ودول عندهم حج واحنا عندنا حج، اخد الكلمه التي تشير الى الحج. لا، سأل نفسك اولا، هل معنى هذه الكلمه في لغتها تشير الى نفس المحتوى العقائدي ولا لا؟ اذا كانت موجوده في المنطقه البيضاء حبا وكرامه، وان كانت بعيده لا لا، ساعتها لابد وان اقوم بتصدير المصطلح الاسلامي وبيان الفارق ما بينه وبين ما يماثله في اللغه الاخرى. عندنا قضيه مهمه جدا، هي قضيه التقارب مع الاديان او التقارب بين الاديان وبعضها البعض. العنوان جميل، لان لو نظرنا الى دور الترجمه في عمومه سنجد انها انما تهدف الى خلق تواصل وتقارب. واذا خصصناها وقلنا الترجمه الاسلاميه فالغرض منها هو الدعوه الى الله عز وجل وادخال غير المسلمين الى جماعه الاسلام فيحدث التقارب بين البشر. طب ايه مساله التقارب بين الاديان؟ وربما ان حضراتكم سمعتوا هذا التعبير اكثر من مره. قلنا ان في قواسم مشتركه، واوضحنا ان هذه القواسم بين صحيح الديانات. طيب ده متفقين عليه، لكن على حضراتكم ان انتم تنتبهوا الى الاتي: ليس المقصود بالتقارب بين الاديان هو انما اقول ان الاديان دي نسخه من بعضها البعض او انها متطابقه. لا طبعا، انا عندي في الاسلام في توحيد، في النصرانيه في تثليث، لكن الاثنين بيتفقوا في قيم اخلاقيه مثلا، هذا اذا ما قارنا بالوضع المعاصر. وبالمناسبه صحيح هذه الكتب وصحيح هذه الديانات متفق، اما ما هو بين ايادينا في اختلاف. كذلك في اختلاف ما بين نظرتي كمسلم للمسيح عليه السلام وبين نظره المسيحي للمسيح وبين نظره اليهودي للمسيح. فالغرض من التقريب او ما يقال بانه تقارب بين الاديان ليس اعترافا بان هناك تطابق تام بين هذه الشرائع وفقا لما هو موجود حاليا، لا. وانما ايه المقبول؟ المقبول هو عندما ننظر الى مجهودات التقارب ما بين الاديان على انها دعوه للحوار ما بين اهل الاسلام وغيرهم بالحسنى بالموعظة الحسنه. هذا ما يجب ان ننتبه اليه في عمليه التعامل مع مسألة التقارب بين الأديان. مقصود بها ان احنا ندعو بصورة فيها دين، وقد وضعنا بعض تسجيلات لفيديوهات تبين كيفية دعوة غير المسلمين الى الاسلام بطريقه فيها نوع من اللين والرفق وبما يناسب عقول وفكر ومرجعيات اللغه
التي تتم بها الدعوة. هذه المقاطع تجدونها على مجموعة الترجمة الدينية والتي أشرت إليها إلى أنها يمكن أن تكون أداة تواصل بيننا إضافة إلى كل الأدوات التي زودنا بها إخواننا في الواقع.